أكد ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطانية أن باكستان شريك أساسي للتوصل إلى الاستقرار في أفغانستان. وقال ميليباند في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الحالية إلى إسلام أباد إنه يتعين أن يضاعف المجتمع الدولي دعمه للجهود التي تبذلها إسلام أباد لإنهاء التمرد الحالي لحركة طالبان. وفي اليوم الثاني من زيارته لباكستان قام ميليباند بزيارة مسجد فيصل في إسلام أباد، وهو من أكبر مساجد العاصمة ويتسع لنحو 300,000 مصلٍ، وتم بناؤه بدعم سعودي قدمه العاهل السعودي الراحل الملك فيصل.